موضوع العلاقة مع الصين كيف ستبدو؟ من واشنطن العقيد عباس دوك المستشار العسكري السابق لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية، أهلا بك. نتحدث عن علاقة أكثر تعقيد الآن بين أمريكا والصين أم أقرب إلى الحلحلة؟ مساء الخير وشكرا لاستضافتي. من المبكر لنحدد إذا ونتوقع طبيعة ونمط إدارة ترامب عندما كان رئيسا في السابق، ولا نتفاجأ في إعادة انتخابه، ولكن الآن الصين تنتظر، وحتى أصدقاء الولايات المتحدة إن كانت الناتو وأصدقائهم في الاتحاد الأوروبي ينتظرون ليروا ما سيحدث إذن. طيب ترامب كيف التصور، يعني إذا أردنا، نعم صحيح من المبكر، بس هل عادة ترامب لديه تصور أم يبقي الأشياء سرا ولا يفصح عنها؟ ليس بالضرورة أمر سري، ولكن قراراته في الإجمال وعملية اتخاذ القرارات في إدارة ترامب هي أسرع مما كانت عليه في أي إدارة سابقة أخرى، وخاصة في الإدارة الديمقراطية. لذلك هذا هو الغموض أو انعدام اليقين، والقرار اتخاذ القرار السريع هو في هذه الإدارة. تذكروا عندما كان رئيسا في ولايته السابقة اتخذ قرارات متعلقة بالقضايا الدفاع، وأيضا قام بإعادة توجيه استراتيجية الدفاع الوطنية التابعة للولايات المتحدة، وذلك ضد روسيا والصين، وأيضا قام بإنشاء قوة الفضاء وهي قوة جديدة في صفوف قوات المسلحة الأمريكية، وأيضا ساهم في ضم إسرائيل في القيادة المركزية في الشرق الأوسط، الذي عزز العلاقات الإسرائيلية بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأيضا بين إسرائيل والحلفاء والقوات الإقليمية، وأيضا قام بزيادة إذا ميزانية الدفاع. كل ذلك حصل خلال الأعوام الأربعة من ولايته، لذلك أتوقع أنه سيعمل على هذه الأهداف وعلى توسيعها، وأيضا توسيع الميزانية في هذا الإطار. كان ترامب يتهم بايدن بأنه يعني ليس صلبا مع الصينيين، وأنه بسبب سياساته الصين اقتحمت الأسواق الأمريكية وإلى آخره. هل يفهم من هذا الكلام أنه يعني على الأقل نتنبأ أنه سيكون في تعامل أكثر حدية من الديمقراطيين مع الصين؟ بالطبع على المستوى الاقتصادي يود ترامب أن يتبنى تعاملا أشد صرامة، وأيضا يقوم بفرض الضرائب على المنتجات الصينية إلى آخره، وذلك لديه تداعيات سيئة على الأسواق في الولايات المتحدة، لأنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع البضائع الصينية. وفي هذه المرحلة لا نعرف بعد كيف سيتعامل ترامب مع الموضوع، وكيف سينفذ إذن أهدافه التي تكلم عنها خلال حملته الانتخابية، ولكن بالطبع هناك خطر أكبر فيما يتعلق ربما سلاح للتسلح، سباق للتسلح، وأيضا قضية السلاح النووي، وروسيا تكلمت عن السلاح النووي وتطويره في إطار استخدامه في الحرب في أوكرانيا، وأيضا الصواريخ التي ممكن أن تحمل رؤوس نووية التي تصل إلى 330 ألف طن من هذه المواد، وأيضا الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وأيضا الصواريخ التي أطلقت فوق إذا مستودع حزب الله في بيروت كانت تصل إلى 500 ألف أو 500
300 طن، فتخيلوا أن كانت تصل إلى 330 ألف طن. هذه القدرة الكبيرة التي قد تستخدمها، قد تراها ربما روسيا أو الصين كتهديد، وكوريا الشمالية أيضا قد تعتبرها تهديد كبير. مجددا في هذا الإطار، لا نعلم ماذا سيفعل ترامب، ولكن أيضا ماذا ستفعل الأعداء الثلاثة، كانت كوريا الشمالية وإيران والصين. بخصوص تايوان، لأنه أكثر من مرة كان يعني يتهاون ترامب في موضوعها، هل مستعد يعني ترامب أنه لا يلقي بالا، لا يهتم إذا كان الأولوية هي تفاهم مع الصين؟ نعم، هذا أيضا يعتمد على طبيعة السياسات، وهناك أيضا سيناريو يوم القيامة إن استهدفت الصين أو أي جهة أخرى الناتو، وأيضا إن سيطرت الصين على تايوان، وإن قررت كوريا الشمالية غزو كوريا الجنوبية. هناك ثلاثة أصدقاء من جهة وثلاثة أعداء من جهة أخرى، جميعهم لديهم القدرة النووية، وحاليا أيضا هناك هذه الأزمة النووية المعقدة. لذلك ذلك يعتمد ليس فقط على ما يحصل بين الصين وتايوان في البحر تايوان، وأيضا ماذا ستفعله روسيا وكوريا الشمالية أيضا من جهة أخرى. لذلك في هذا الإطار، كما نعلم، ترامب ربما سيتغاضى أمر تايوان، ولكن إن ارتكبت روسيا أو كوريا الشمالية أي خطوة ستدفعهم ذلك لاتخاذ خطوة لمنعهم من السيطرة على تايوان. من واشنطن، العقيد عباس دوك، المستشار العسكري السابق لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية، شكرا لك.